بهذا الشكل وبعد ساعات قليلة فقط بدأ إكساء أحد الشوارع في قرية المقير بناحية القادسية في النجف تضرر جلي ورداءة في التنفيذ والعمل أثار غضب الأهالي وامتعاضهم. بعد المنشور اللي نزل من الأخوة اللي موجودين بالمنطقة فيما يخص هذا الطريق حقيقة هو كان مخزي وغير يعني صالح لو صح التعبير، وبالتالي تحركنا على هذا الموضوع. المراقبة قد يكون 10% المراقبة اللي موجودة، دائما احنا الناشطين والإعلاميين دائما ندور وراء المقاول ودائما نظهر اعلاميا، ويلا بعد ما ينزل المنشور يلا تم معالجة من بعض الناس اللي موجودين. عندنا هاي المنطقة امس من جابوا شو اسمه السيارات الزفت داست هاي المنطقة. احنا ناشدنا هيئة الاعمار وناشدنا الإدارة مدير الناحية استاذ عماد غانم الابراهيمي وناشدنا استاذ اسعد ووقفوا العمل. وعلى الرغم من حداثة اكساء الشارع تعزو الشركة المنفذة لهذا المشروع أسباب ذلك إلى مرور شاحنات كبيرة على الطريق، وهو ما حذاها إلى اتخاذ معالجات لإصلاح الأجزاء المتضررة. سببه ضيق المكان بين العمود والنهر مثل ما جاي تشوفوه، السيارات مثل ما تشوف سيارات حملات أطنان اسفلت، هذا من يرجع لورا يرجع بيك ها يخاف يوقع بالبزي وين يروح زايد على العمود. من خلصنا التبليط خابرت الآليات تابعة للشركة عالجت الموقف وذبينا سبويس. ويدعو النجفيون حكومتهم المحلية لتجديد الرقابة على تنفيذ مشاريعها لا سيما في القرى والأرياف لتكون مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة. من النجف محمد رزاق، التغيير.